أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 2184 إصابة جديدة بفيروس كورونا و110 وفيات في عموم العراق، فيما بلغت حالات الشفاء 1645 حالة، وتصدرت العاصمة بغداد الإصابات ب 715 حالة، بعدها محافظة صلاح الدين ب 190 حالة، ثم البصرة ب 149 حالة، وتليها كربلاء ب 145 حالة، وذي قار ب 123، فيما سجلت محافظات إقليم كردستان ما مجموعه 259 إصابة. أعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تخصيص 30 مركزا صحيا بجانب الرصافة من بغداد لتسهيل إجراءات المواطنين الراغبين بإجراء مسحات وفحوصات كورونا. قالت الوزارة في بيان إن هذه الإجراءات جاءت ضمن السيطرة على انتشار جائحة كورونا، وأحث المواطنين لإجراء الفحوصات اللازمة واتباع الإرشادات الصحية سواء بالحجر المنزلي أو مراكز الحجر وفقا لما يتم إقراره من الطبيب المختص، إلى أن هذه المراكز توزعت في كل من مناطق الصدر والرصافة والشعب والأعظمية والمدائن والنهروان والاستقلال والبلديات. أعلنت منظمة الصحة العالمية في العراق عن تأمين 300 مكثف للأكسجين لاستخدامها في المستشفيات العراقية. تم نقل هذه الإمدادات جوا من مخازن منظمة الصحة العالمية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتسليمها إلى وزارة الصحة العراقية. احنا منتظرين وجبة جاية من الأكسجين كونسنتريتورز كأجهزة لمساعدة نقص الأكسجين اللي حصل في الفترة الأخيرة في بعض المستشفيات العراقية وبعض المحافظات، كمان جاي فيها بعض أجهزة الوقاية زي الماسكات اللي أنا وأنت لابسينها دي، وطبعا قفازات وغيره برضو لتوزيعها على المستشفيات وحماية كوادرنا الطبية اللي للأسف الإصابات ابتدت تتزايد شوية وسطهم نتيجة نقص بعض المواد. أكسجين كونسنتريتور أو مكثف أكسجين للاستعمال الفوري في المستشفيات للمرضى، الأسبوع الجاي جاي 100 كمان، يبقوا على بعض 300، وجاي بما قيمته $50,000 أمريكي أدوات وقاية زي الماسكات والقفازات وغيره، يعني للأطباء والكوادر الطبية في المستشفيات الجيش الأبيض، يعني المحاولة مننا لتخفيض الإصابات بينهم. أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن دخول شحنة محملة بمادة الأكسجين الطبي ومنظمات أسطوانات الأكسجين من مركز جمرك زربطية الحدودي المحاذي للجانب الإيراني. ذكرت الهيئة في بيان أن الشحنة ممنوحة من مؤسسة الكوثر الخيرية في إيران إلى العتبة الحسينية وتحتوي على 500 أسطوانة أكسجين مع ملحقاتها، وسيجرى توزيعها لاحقا إلى محافظات ذي قار والمثنى وديالة وكربلاء والنجف لدعم المستشفيات في هذه المحافظات والمساهمة في سد النقص الحاصل فيها لمواجهة كورونا. أعلن نقيب الصحفيين مؤيد دلامي عن شفاء 20 صحفيا من المصابين بفيروس كورونا في بغداد والمحافظات. وقال لمي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه أن هناك صحفيون ما زالوا يعالجون خلال الحجر في منازلهم أو في المشفى، وأضاف لمي أن النقابة تواصلت مع أغلب الصحفيين المصابين ووفرت لبعضهم أجهزة التنفس والأكسجين والأدوية والاحتياجات التي تمكنهم من العودة سالمين. تعليقا على ملف كورونا، ينضم إلينا متحدث وزارة الصحة العراقية الدكتور سيف البدر. أهلا بحضرتك دكتور سيف في مسائية السومرية. يعني بداية نريد أن نعرف آخر إحصاءات من حالات الإصابة وحالات الشفاء والوفاة لا قدر الله بخصوص كورونا. شكرا جزيلا. أهلا دكتور، تحية لك وللمشاهدين الكرام. أشكر الاستضافة الكريمة. بالنسبة لليوم سجل في وزارة الصحة 2184 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وأيضا 110 حالة وفاة، لكن في نفس الوقت أيضا سجلت خلال 24 ساعة الماضية 1645 حالة شفاء على الأقل هذا العدد، لأن
أكثر من 90% من الحالات المشخصة في العراق، أكثر من 90% هي بسيطة أو بدون أعراض، يتماثل أغلبهم للشفاء التام خلال أيام. طيب دكتور سيف، يعني كيف ترى فكرة انحصار أعداد الإصابة تقريبا في الأيام الأخيرة في حدود الألفين، في حدود رقم الألفين؟ هل يعني هذه هي ذروة الأرقام المرتبطة بفك حظر التجوال الكلي؟ طبعا هو يصعب تحديد الـ 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 ألو أي فندم أسمعك تفضل. عفوا، يعني من وجهة نظر وبائية علم الوبائيات يصعب أن نحدد متى بالضبط سوف تنحصر الأعداد، لأن هناك الكثير من الظروف والعوامل التي تؤثر على هذا الموضوع، لكن يبقى تأكيدنا وتركيزنا على مبدأ الوقاية خير من العلاج. إذا صار التزام حقيقي من أغلب المواطنين بارتداء الكمامة وغسل اليدين جيدا والتباعد الاجتماعي أهم نقطة، نستطيع خلال أيام قليلة أن نحتوي الإصابات ونتجه نحو الانحسار. النقطة الجيدة أن حالات الشفاء جيدة، حوالي 2000 أقل أو أكثر بهذا الحدود كل يوم تسجل. إذا استمرينا على هذا المنوال، مع حقيقة أن أكثر الإصابات هي إصابات بسيطة إلى متوسطة، أكثر حالات الوفاة هي لفئات الاختطار اللي هم كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وأمراض اختلالات مناعية، أو الذين يتأخرون في علاج المؤسسات الصحية، أصلاً في مراجعة المؤسسات الصحية. طيب هذه نقطة مهمة وخطيرة جداً، مع شديد الأسف لاحظنا سوء فهم وسوء تطبيق لمبدأ العزل المنزلي. هو مبدأ اعتمد عالمياً واعتمد من قبل منظمة الصحة العالمية، وهو للحالات البسيطة واللي هي بدون أعراض، ويبقى هو قرار الطبيب المعالج وليس قرار شخصي، مع كل احترامي لكل شخص لكن كل من متخصصه. الطبيب المعالج فقط المختص هو الذي يحدد هذه الحالة، هل من الممكن أن تعزل منزليا أم لا، وهناك شروط دقيقة وكثيرة، في حال توافرها يلا يسمح بالعزل المنزلي. اللي لاحظناه البعض بتصرف شخصي بقرار شخصي حالاته المتوسطة وحتى شديدة يعزل نفسه بالبيت، وبعض ضعاف النفوس يستغلون هذا الموضوع بحجة العلاج المنزلي وكذا، ويصرفون لهم علاجات يعني دون دراية طبية، وهذا أدى إلى حدوث يعني مضاعفات في عدد غير قليل، وأيضا حتى حالات وفاة صارت. ولذلك نحن نؤكد على هذا الموضوع وبالذات في بغداد وبالذات في جانب الرصافة، ندعنا إلى كل المواطنين أنه أي شخص عنده أعراض عليه اللجوء فورا للمستشفى أو أكثر من المتوسطة يجب أن يعالج في مؤسسات وزارة الصحة، وهي قادرة على التعامل مع هذه الحالات. والبعض يشيع عن وجود مشاكل في المستشفيات أيضا لنفس الغرض الجشع، مع شديد الأسف هذه دعوات وإشاعات غير صحيحة، أرجو من الجميع أن يتبعنا بتوجيهات الوزارة بهذا الشيء. توضيح بسيط يا دكتور سيف من حضرتك حول ما يتردد على لسان مواطنين عائدين من الخارج عن ارتفاع أجور الحجر الصحي بمجرد عودتهم إلى البلاد. أولا هو قرار الحجر هو قرار اللجنة العليا، أي مواطن عائد من خارج البلاد يحجر لفترة 14 يوم لفترة حضانة الفيروس. هذه الأجور هي لا تمر بوزارة الصحة وليست بقرار من وزارة الصحة، هي من ضمن أجور العودة، يعني يحجز البطاقة السفر عائدا إلى العراق يحسبون معها أجور الفندق الذي سوف يحجر فيه، وهذا الموضوع غير متعلق لا من قريب ولا من بعيد وزارة الصحة، ليس من اختصاص وزارة الصحة، كشف عن الحالات بشكل مبكر وعلاج. طيب أخيرا يا دكتور سيف، بخصوص أزمة التوافر الأكسجين، يعني كيف تتعاملون معها الآن، وماذا عن المساعدات الطبية التي وصلت إلى الأراضي العراقية من دول شقيقة؟ يعني موضوع الأكسجين هو موضوع سوء إدارة اللي حصل وضعف في عمل القوات الأمنية المختصة بحماية المستشفى في ذيقار، أكثر من كون نقص في هذه المادة. والدليل على كلامي أن وزارة الصحة جهزت أو تجهز محافظات نفوسها أكثر من ذي قار وأعداد المرضى فيها أقل من ذي قار، جهزتهم بحصة أقل مما تجهز به محافظة ذي قار. المشكلة مشكلة محلية إذا صح التعبير، سوء إدارة وضعف الإدارة المحلية في المحافظة، وأشير هذا الموضوع بشكل مذكر وأرسل فرق للمتابعة، فرق من التفتيش وفرق إشراف فني، بعضها لا زال لحد الآن عولجت هذه المشكلة من خلال إرسال لشحنات إضافية من مادة الأكسجين الطبي وكثير من التفاصيل الأخرى، عدد الوقائع الشخصية غيرها إلى ذي قار، ووزعت وأجريت بعض التغييرات الإدارية في المستشفى وفي المسؤولين عن ضبط الأمن.
موضوع كثرة المرافقين هذا موضوع خطير، لأنه أصلا هذا المريض المفروض من كوفيد 19 اللي هو مرض معدي، شلون يدخل معه 5 أو 10 مرافقين وكل مرافق؟ طبعا احنا نعذرهم، يعني احنا ما نلوم المواطن، هي مسؤوليتنا. بعض المرافقين بقرار شخصي يعني بدأ يحجز قناني الأكسجين بشكل شخصي إلى المريضة، وحتما تصير فوضى وسوء إدارة في أي مستشفى في العالم، وليس فقط في ذي قارة وفي العراق. أولج هذا الموضوع وأشره بشكل سريع، وأؤكد لحضرتك في الوقت الحالي لا يوجد نقص في مادة الأكسجين الطبي. إحنا جهزنا عدة موارد لتهيئة وتوريد هذه المادة من خلال معاملنا الخاصة التابعة لوزارة الصحة، من خلال الشراء من وزارة الصناعة، رغم أنها كميات غير كافية ونشتريها بمبالغ مالية. ووزارة الصناعة مشكورة زادت من قدرة إنتاجية، لكنها صحيح بعيدة عن تلبية متطلبات احتياجات وزارة الصحة اليومية، وأيضا نشتري من القطاع الخاص، وأيضا مؤخرا موضوع الاستيراد من خارج العراق، من طيب الكويت، من إيران، وقريبا من المساعدات الطبية دكتور سيف. المساعدات الطبية الموارد يعني الخاصة بالأكسجين الطبي، المساعدات الطبية القادمة من دول شقيقة، يعني إلى أي حد ستخفف العبء عن كاهل وزارة الصحة العراقية؟ يعني هي ليست المرة الأولى، بدأت من الصين عند طائرات وفريق خبراء. احنا ما ننسى الدعم العلمي، دعم الخبرات والتدريب، هذا أيضا لا يقل عن الدعم المادي للجهات الطبية. وزارة الصحة متواصلة مع كل الجهات داخل وخارج العراق، حكومية وغير حكومية، المعنية بتطوير قدرات الوزارة التشخيصية والعلاجية. خلال أيام قليلة الماضية وصلت عدة طائرات محملة بأثمان من كل الوقاية تجهيزات مختبرة لبعض الأجهزة التي وزعت حسب الاحتياج. على بغداد والمحافظات الوطنية كردستان حتما ستزيد من قدرة وزارة الصحة في التشخيص والعلاج. دكتور سيف البدر المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية ضيفا كريما للمسائية، أنا أشكرك شكرا جزيلا يا فندم. شكى مواطنون من زيادة مفاجئة بأجور الحجر الصحي بعد عودتهم إلى البلاد، دعينا خالية الأزمة إلى إيجاد الحلول السريعة بعد تعرضهم لما وصفوه بالابتزاز. هاي الناس جاية كلها من لبنان وكلها علاجات، وفاجئوهم من بيروت، وحن جاينا على الخطوط الجوية العراقية، وفاجئونا فوق الزيادة 150 دولار، يعني ما قلونا عليها. قبل شوية وصلنا من لبنان، هسا احنا فندق اليمام باب الشرجي بالسعدون قريب تحت النصر، قلنا ذاك احنا 3 أوراق، قال كل واحد يريد ينحجر يدفع ورقة ونص فوق الثلاثة، وهذا الشيء ما حد قال لنا عليه سابقا، هاي أول مرة بوق علني، ناس حرامية يبوقونا وابتزاز. لا ومفا يعني ساعة كاملة بالرسبشن لا ماكلين ولا شاربين، وكاتلنا الجوع والحر وتبهدلنا، على شنو اردفتهم جبتونا؟ على شنو؟ يعني اخبرتونا على شنو يا خلية الازمة؟ خلية الازمة وين مدشوها؟ فوقها ادفع ورقة ونص؟ على شنو؟ اذا ما تدفع لا واذا ما تدفع يذبونا كل 4 أسوء. تعال واحنا ما بينا شيء. حسبي الله ونعم الوكيل. هذا فيديوكم راح يوصل للسومرية، واصل للسومرية خلاص، راح تسوي راح ترسل للإعلام. برغم أن خطة حظر التجوال شامل لم تؤتي ثمارها في الحد من انتشار وباء كورونا، إلا أن بعض السيطرات والمرابطات لا زالت تعيق تحرك المواطنين والمستثنيين من الحظر، ما يتسبب بطوابير من الزحامات الخانقة. نتابع التقرير. إذا كنت ذو حظ سيء ولا خيار أمامك سوى العبور باتجاه مرابطة الزيوت التي تربط بين منطقتي الكرادة والزعفرانية، فحسبك خيارين، إما أن تستدير أو تشق الطوابير. منذ أن رفعت سيطرة الزيوت قرب مجمع المشن حتى حل بديلها الأكثر ضراوة، نقطة المرابطة التي زادت الطين بلة بطوابير من الزحامات الخانقة، خاصة خلال أيام حظر التجوال الشامل الخميس والجمعة والسبت، حيث شكى موظفون وأعلاميون مستثنون من الحظر الشامل التأخير عن عملهم لوقت طويل بسبب الروتين القاتل على حد وصفهم. سيطرة مال الزيوت صار لساعة ونص هنا أنا، وهسه هاي الجو حار، اكو بهم يسهلونه مر اكو بهم لا ما يسهلون، يقول لك فرا ورجع.
مقابل ذلك يقول المعنيون في وزارة الداخلية أن المواطنين غير المكترثين بإجراءات الحظر الصحي أو سبل الوقاية هم أحد الأسباب الرئيسة التي تشكل زحامات طويلة عند السيطرات، خاصة الذين يخرجون لأسباب غير مقنعة وبأعذار واهية. والله أبوي مسوي عملية ويدور على فلوس. عملية أوراق العملية. أوراق العملية مو يمه. بس أنا عاوز فلوس وجاي مودي له فلوس. تشوفون هاي الأوضاع. نعاني من عدها بينه اكو مستشفيات حالات مثلا بتاكسي بكي حمل البس الكمامه البس الكفوف موجوده بس من اصعد بالسياره لان جاي اتاسس ما يخالف البسها وقايه لكم خايفين عليكم. ويعتقد مختصون في الوضع الصحي فشل سبل الحظر المتبعه في الحد من جائحه كورونا او تقليلها لحده الازمه خلال الاشهر الماضيه. من بغداد من ربيعي السومريه. طمأن الفنان إحسان دعدوش المواطنين عن حالته الصحية فيما أشار إلى أن رعاية الكوادر الطبية والصحية كانت بدرجة جيدة 100%، داعيا المواطنين إلى اتباع التعليمات والإرشادات الصحية لتجنب الإصابة بكورونا. أحب أطمن ناسنا ومحبين أنه أنا دا أتلقي العلاج في مستشفى الفخ العام وبإشراف الأخصائيين، والحمد لله والشكر رعاية 100% ومتابعة 100%، والحمد لله والشكر أنا بخير الحمد لله، منتظر دعواتكم إن شاء الله ودا أتلقى العلاج وإن شاء الله نطلع من هذه الأزمة. فيما خص الفنان إحسان دعدوش، دخل البارحة للمستشفى بعد إحالته من البيت إحالة رسمية بسيارة إسعاف. الحمد لله أموره اليوم كل زينة، صحته تحسنت هواية فرق عن البارحة وهواية فرق عما كان بالبيت. تركيز الأكسجين لحد الآن عالي جدا، 96 95 97، طبعا هذا بدون ماسك وبدون سيباب، يعني على احنا نصح له على الروم اير، على التنفس الطبيعي. سوينا له مفراس وأخذ بلازما البارحة، أول ما دخل أخذ بلازما فصيلة دم أي. هو اللي يعاني من مشاكل قديمة بالقلب سابقة قبل سنوات، ويعاني من ربو قصبي مزمن، ويأخذ علاج ويأخذ بخاخات ربو قصبي مزمن. هو هذا اللي شوية كان يثير الخوف عنده، بس الحمد لله أموره كل زينة. أعلنت الأمانة العامة للعتبة الحسينية عن عزمها تزويد كافة المؤسسات الصحية في العراق باسطوانات غاز الأكسجين الطبي لدعم القطاع الصحي في البلاد، مؤكدة المباشرة الفعلية بتشغيل معمل غاز الأكسجين الطبي لتجهيز المحافظات وحسب الاحتياج من اسطوانات الأكسجين مجانا. هذا المعمل بطاقة إنتاجية من 400 إلى 500 قنينة أكسجين في اليوم الواحد، ومن خلال قناتكم ندعو جميع دوائر الصحة للتنسيق مع إدارة العتبة الحسينية المقدسة أو إدارة المعمل حول تجهيزهم بمادة الأكسجين الطبي مجانا. حيث احنا بدأنا الاتصال بجميع دوائر الدولة دوائر الصحة، وتم التنسيق يوم أمس كان لدينا تجهيز إلى محافظة النجف الأشرف وباقي المحافظات، اليوم لدينا من محافظة السماوة وباقي المحافظات إن شاء الله. يعني من هذا المعمل من منشأ أوروبي تم استيراده خاص للعتبة الحسينية المقدسة. التنسيق بدأ يعني من اليومين السابقة، يعني أمس أنه تم تجهيز محافظة النجف وتم الاتصال ببقية المستشفيات وتنسيق مع دائرة صحة السماء، وحاليا هم بالطريق ده يجون إن شاء الله والقناني جاهزة. دعا قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي أهالي الطرمية التعاون مع القطاعات العسكرية كافة لإنهاء وجود المجاميع الإرهابية التي تهدد أمن البلاد. قال المحمداوي أن القوات الأمنية نفذت عملية تطهير وملاحقة للخلايا النائمة في مناطق شمال بغداد، شارك فيها قوات من فرق الجيش وقوات الرد السريع والحشد الشعبي وبإسناد من طيران الجيش، مضيفا أن القوات الأمنية ألقت القبض على مجاميع إرهابية وعثرت على أوكار إرهابية وأسلحة متنوعة.
كانت خلية الإعلام الأمنية أعلنت عن انطلاق عملية عسكرية واسعة شمال بغداد. قالت الخلية في بيان أنه بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، بشرت قيادة عمليات بغداد فجر اليوم بتنفيذ عملية أمنية عسكرية واسعة شمالي بغداد بمشاركة قطعات قيادة عمليات بغداد وقطعات لواء القوات الخاصة ورئاسة أركان الجيش ولواء المشاة الآلي 37 ولواء من الرد السريع ولواء المهمات الخاصة بالشرطة الاتحادية ولواء من الحشد الشعبي وبإسناد طيران القوة الجوية وطيران الجيش، مشيرا إلى أن العملية تهدف لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية وتفتيش هذه المناطق بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وإلقاء القبض على المطلوبين وحماية مصالح المواطنين في هذه المنطقة. قتل 10 إرهابيين من داعش بينهم قياديون بضربتين جويتين لطيران التحالف الدولي ضمن قطع عمليات نينوى. وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان أن طيران التحالف نفذ ضربتين على وكر داخل نفق في منطقة مقالع عين الجحش وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، مشيرة إلى أن هاتين الضربتين أسفرتا عن تدمير النفق الذي كان عبارة عن مركز قيادة وسيطرة لعناصر داعش الإرهابي. أجرت رئاسة أركان الجيش بقيادة الفريق الركن عبد الأمير يار الله جولة ميدانية لتفقد القطعات العسكرية على الشريط الحدودي التابع لقيادة عمليات الجزيرة والبادية، إضافة لمتابعة سير عمل بناء التحصينات اللازمة من أبراج ومخافر حدودية. نتابع. اليوم نحن في جولة مشتركة، ارتئينا أن نكون مع أخينا نائب قائد عمليات مشتركة والسيد قائد الحدود والسيد قائد قوات البرية وسيد مدير الاستخبارات العسكرية لقاطع عمليات الجزيرة وتحديدا لقطاعات الفرقة الثامنة الآلية وكذلك لقطاعات الحدود. بالبداية زرنا جوا للمناطق الانفتاح لقوات الحدود وقوات الجيش شمال نهر الفرات ومناطق الباقوس باتجاه طيطاوي، والآن أخذنا جولة برية بالمناطق الكائنة على الحدود العراقية السورية بالمسافات اللي يعني من مناطق القائم باتجاه الجنوب، ولاحظنا هذا الاهتمام الكبير من قبل السيد قائد قوات الحدود للانفتاح لمقاتليه وكذلك لإكمال مستلزمات الحدود من حيث بناء المخافر، الكاميرات، الأبراج، أيضا التحصينات. ولدت لدينا الثقة العالية أنه هذه القوات المتواجدة قادرة على حماية العراق وعدم السماح لأي شخص بالتسلل أو الدخول. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي. أهلا بحضرتك سيادة الفريق في السومرية. يعني بداية نريد أن نقف على نتائج العملية التي قامت بها قيادة عمليات بغداد تجاه أوكار الإرهابيين أو تنظيم داعش الإرهابي في مناطق شمال بغداد. شكرا جزيلا لكم ولقناتكم الكريمة. حقيقة فجر هذا اليوم انطلقت عملية تفتيش واسع في شمال بغداد وتحديدا في منطقة الطارمية. شركت قطعات الجيش مثل الفرقة السادسة 17 داعش وقطعات من الاتحادية الرد السريع القوات الخاصة ولواء من الحشد بإسناد طيران الجيش. الغاية من العملية هي متابعة بعض المفارز الخاصة بخلايا داعش الإرهاب اللي بدأت تساوم المواطنين وتستهدف قطعات من بزر العبوات بين فترة وأخرى وتبتز المواطنين بالمنطقة. العملية حقيقة مستمرة إلى تحقيق نتائجها. تم إلقاء القبض على 3 مطلوبين، أحدهم جريمة قتل والمواطنين ساعدوا به، واثنين مطلوبين للإرهاب محتجين على القطعات الأمنية وعندهم عمليات سابقة. ارتياح كبير من المواطنين حقيقة. الناس تريد الأمن، تريد الحياة، تريد تمارس حياتها بشكل طبيعي بدون ضغوطات، بدون أتاوات. مثل ما تعرفون منطقة زراعية، مهم جدا موضوع الزرع والرعي وما يتعلق ببحيرات الأسماك. هنالك تعاون وتنسيق مع القيادات المجاورة بالعملية متمثلة شمالا بقيادة عمليات سامرة وشرقا بعمليات ديالة.
لحد الآن العملية تسير وفق ما خطط لها. ما يهمنا هو الأهم في كل اللي موجود هو أسباب الأمن وراحة المواطن وعدم مساومته من قبل عصابات داعش اللي تحاول. نعم يعني حضرتك بوجهة نظر عسكرية وأمنية كيف تفسر انتقال نشاط تنظيم داعش من الأماكن النائية إلى الأماكن المأهولة بسكان حتى يعني استطاع أن يصل إلى أطراف العاصمة؟ حقيقة هذه المنطقة معقدة جغرافيا وهي محسوبة نعم على العاصمة لكنه بأطرافها هي حدود مع سامراء وبلد. تتميز هذه المنطقة بوجود مسطحات مائية كبيرة ما يسمى بالبحيرات الآلاف منها. منطقة زراعية كثيفة جدا فيها بساتين وبذور وكانت متواجد التنظيم في أيام 2014-15 وكثافة. الآن مجموعتين صغيرة الغرض من عندها إرسال رسالة بوجود داعش وأيضا احتجاج المواطنين ومحاولة الاحتداء على القطاعات الأمنية بين فترة وأخرى. لهذا احنا قيادتنا وتوجيه القائد العام وبإشراف من العمليات المشتركة والسيد رئيس أركان الجيش المحترم ارتأت أنه تقوم بالعملية عدم إعطاء فرص أكبر وهي رسالة اطمئنان للمواطنين وأيضا فرصة لإعادة انتشار قطاعاتنا وتعزيز بعض القواطع. تمام أنا أشكرك شكرا جزيلا سيادة الفريق الركن قيس المحمداوي قائد عمليات بغداد. إلى ذلك أعلنت قيادة عمليات نينوى شن عملية عسكرية بإسناد التحالف الدولي جنوب شرق الموصل للقضاء على خلايا وأوكار داعش الإرهابي. قال اللواء نومان الزوبعي قائد عمليات نينوى أن العملية العسكرية التي انطلقت أمس كانت بإسناد التحالف الدولي حيث شنت القوات العسكرية عملياتها من محورين للقضاء على فلول داعش في جبل مخمور جنوب شرق الموصل. أكدت قيادة العمليات المشتركة أن لديها رؤية استراتيجية كاملة لإعادة انتشار القطاعات الأمنية للقضاء على بقايا داعش الإرهابي. قال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي أن القوات الأمنية تجري عمليات أمنية في المناطق المحررة من ضمنها مناطق ديالة والأنبار وصلاح الدين شرقها وشمالها بهدف القضاء على الخلايا النائمة والمناطق التي تعد آمنة بالنسبة للإرهاب، مؤكدا أن عملية إعادة توزيع القطاعات وخطط حصر العصابات الإرهابية ساعدت بشكل مباشر في استتباب الأمن بالمحافظات. أعلنت خلية الإعلام الأمنية أن طيران التحالف الدولي نفذ سلسلة ضربات جوية على أوكار داعش في جبال مكحول. الخلية ذكرت في بيان أن الضربات الجوية أسفرت عن قتل جميع العناصر الإرهابية التي كانت داخل هذه الأوكار، مبينة أن العملية نفذت وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة وبحسب أوامر من قيادة العمليات المشتركة العراقية. طائرات مسيرة وكاميرات حرارية تكنولوجيا حديثة اتبعتها قيادة قوات الحدود من أجل تأمين الشريط الحدودي بين العراق ودول الجوار. زميل حيدر نصيف والتفاصيل. التكنولوجيا الحديثة ونظام المراقبة الذكي عبر الكاميرات الحرارية والطائرات المسيرة هو الأسلوب الذي اتبعته قيادة قوات حرس الحدود في التصدي لجرائم التهريب وعمليات تسلل الإرهابيين. فبعد مشاريع التحصين الحدودي الذي أجرته القيادة جاءت مرحلة الاعتماد على التكنولوجيا بشكل كبير. احنا كحدود نشتغل بعمل استراتيجي مهني من ادخال التكنولوجيا الحديثه الى منظومات اللي خاصه بالتحصينات من المنفاخ الرباعي الى البي ار سي الى الابراج، ولكن مع الاسف خلال هذه الفتره بسبب المبالغ الماليه خاصه على سنه 2020 صار توقف. نأمل انه تنطلق جزء من المبالغ لننهض بالموضوع، وانا متاكد وانطي ضمان لو وصلت ان المبالغ على ما وضعناها من متطلبات الحدود السريع خلال 6 أشهر استطيع ان اصل الى فيش فاضل. وتحتاج الحدود وبحسب قادتها الامنيين الى دعم وجهود حكوميه حثيثه لاكمال التحصينات وايصال الطرق المعبده على أشرطتها لدعم الجهد الأمني هناك. تقوم قيادة حرس حدود المنطقة الثانية بمسك قاطع المسؤولية من لواء الحدود السادس إلى لواء حدود المغاور قيادة قوات الحدود لمنع عمليات التسلل والتهريب ضمن قاطع المسؤولية وحماية منشآت الدولة والمواطنين. أي عمليات تسلل أو محاولات تسلل إلى قاطع المسؤولية لا توجد في الوقت الحالي، بالإضافة أي عمليات
بجانب السوريين المقابلين أيضا ما لا توجد أي عمليات ضمن ذاك القطاع السوري. أكثر من 200 كيلومتر حدودي بين العراق وسوريا تم تحصينها بالكامل بالأسلاك الشائكة وسياج الPRC وأبراج المراقبة والكاميرات الحرارية التي أسهمت وبشكل كبير بحسب القيادات الأمنية في منع جرائم التهريب والتسلل. ونستطيع القول أن الحدود العراقية مع دول الجوار عادت من جديد بفضل وسواعد القوات من قيادة قوات حرس الحدود التي عمدت إلى إعمارها والنهوض بواقعها. من الشريط الحدودي العراقي السوري حيدر نصيف السومرية. قصفت طائرات حربية تركية قرى بيركما ومنطقة سنين التابعتين لناحية سدكان بمحافظة أربيل شمال العراق. قال مدير الناحية إحسان الشلبي أن الطائرات التركية حلقت لنحو نصف ساعة في سماء منطقة برادوست وقصفت المناطق المذكورة، مشيرا إلى أن القصف لم يسفر عن خسائر بشرية لكنه تسبب بخسائر مادية فقط. كشف الأمين العام لوزارة البشمركة الفريق جباريا ورعا اجتماع عقدته اللجنة العليا للتنسيق والعمل العسكري والأمني بين وزارة الدفاع الاتحادية والبشمركة، وأضاف ياور أن الاجتماع كان مثمرا وبحث مواضيع مهمة جدا منها كيفية التعاون والعمل المشترك خاصة العمليات المشتركة ضد بقايا داعش في بعض المناطق من محافظات ديالى وكركوك ونينوى ومساعي لتشكيل مركز للتنسيق في تلك المحافظات وتنفيذ عمليات ضد داعش الإرهابي وإنشاء خطوط دفاعية مشتركة. أعلنت كتلة الفتح النيابية عن جمعها تواقيع عدد من النواب لاستضافة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وخلية الأزمة الحكومية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا. بيّنت وثائق صادرة عن رئيس الكتلة محمد الغبان المطالبة بعقد جلسة طارئة لاستضافة الكاظمي وخلية الأزمة داعيا إلى مناقشة الإجراءات الحكومية لمواجهة جائحة كورونا وأسباب تفشي الوباء وازدياد حالات الإصابة والوفيات في البلاد. كما أظهرت الوثائق تواقيع 51 نائبا من أعضاء مجلس النواب على طلب استضافة الكاظمي وخلية الأزمة الاتحادية. قال النائب عن تحالف عراقيون حسين عرب إن تحالف عراقيون داعم للدولة بمختلف مساراتها بشكل عام وله 4 أولويات هي الانتخابات المبكرة ومكافحة الفساد والشد على يد الحكومة لتقديم الخدمات للمحافظات الجنوبية والمناطق المحررة وعودة النازحين والمهجرين. أكد عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون قطع الركابي صعوبة عقد جلسات مجلس النواب إلكترونيا. قال الركابي إن رئيس مجلس النواب أجل انعقاد جلسات البرلمان بعد إصابة عدد من النواب، مؤكدا صعوبة انعقاد جلسة البرلمان في ظل عدم تهيئة قاعة إلكترونيا، إضافة إلى نواب المحافظات وعدم وجود آلية جديدة. أشار إلى عدم وجود نية أساسا في الوقت الحالي لعقد جلسة، مبينا أن البرلمان سيعقد جلسة في حال استجد أمر ضروري يخص حياة المواطنين كما حدث مع تمرير قانون الاقتراض الداخلي والخارجي. أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجود عمليات ابتزاز يتعرض لها القطاع الخاص، مشددا على أن الحكومة لديها إجراءات وصفها بالرادعة من أجل ملاحقة أي قضية فساد والتعامل معها قانونيا وبكل جدية. مكتب الكاظمي وفي بيان قال إن رئيس الوزراء استقبل عددا من رجال الأعمال العراقيين واستمع إلى ملاحظاتهم والمشاكل والتحديات التي تواجههم، فضلا عن العقبات التي تقف أمام تنشيط عمل القطاع الخاص. ونقل عن الكاظمي قوله أن الحكومة تسعى لجعل العراق بيئة جاذبة للاستثمار والمستثمرين وليس بيئة طاردة، وأن أبواب الحكومة مفتوحة أمام رجال الأعمال لتقديم شكواهم بشأن أي حالة ابتزاز قد يتعرضون لها. كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تزايد نسبة الفقر في البلاد ووصولها لمستويات مرتفعة، فيما عزت الأمر لأسباب عدة أبرزها جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط. نتابع تقرير أسرة الأخبار.
من 22% إلى 34% خلال أشهر قليلة. تلك هي نسبة الفقر التي ارتفعت بشكل مفاجئ وصولا لمستويات خطيرة. بحسب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي عزت الأمر لجائحة كورونا وأضرارها التي أدت لتوقف الأعمال، إضافة لانخفاض أسعار النفط وتداعياتها على السوق العراقي بشكل خاص والعالمي بشكل عام، مبينة بأن الأمر سيؤدي إلى أزمات اقتصادية وصحية خطيرة إذا ما لم يتم تداركه. الوزارة كشفت بأنها تسعى إلى تجاوز الأزمة من خلال التعاون مع مختلف الجهات الدولية لإيجاد حلول سريعة لارتفاع معدلات الفقر والبطالة، إضافة إلى الإجراءات التي تقدمها الدولة للشرائح التي ترعاها الوزارة من خلال توزيع المنح بين المواطنين من أصحاب الدخل المحدود الذين تضرروا من إجراءات فرض حظر التجوال الوقائي، مفيدة بأنه سبق وأن تم رفع طلب لمجلس الوزراء برفع سقف الإعانة الاجتماعية وتوسيع الشمول لمستحقي الإعانة الاجتماعية، وذلك بشمول أعداد إضافية من المستفيدين والأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن قيام الوزارة بحملة تفتيشية موسعة للشركات الاستثمارية لتسجيل بيانات العمال العراقيين والأجانب ليتم شمول العمالة المحلية بقانون الضمان الاجتماعي، لافتة إلى التنسيق مع جهات دولية مثل البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية على تنفيذ برامج في البلاد لتجاوز الأزمة الحالية كتمويل القروض والتدريب والتأهيل وإنجاز المشروع الطارئ الذي يهدف إلى تقديم الدعم للمناطق المحررة، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات لجميع دوائر الوزارة وهيئاتها لتحقيق الشفافية في خدمة الشرائح المعنية من المواطنين، مشيرة إلى أن الوزارة تتجه لرعاية ودعم شريحة المكفوفين والأشخاص من ذوي الإعاقة وتحقيق جميع حقوقهم المشروعة التي أقرها القانون لتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم. شكا أهالي قضاء الحسينية في كربلاء المقدسة من استمرار التلكؤ في أحد مشاريع قطاع الكهرباء، مطالبين الحكومة المحلية بفتح تحقيق مع الشركة المنفذة وإحالة ملفها إلى هيئة النزاهة والقضاء. نتابع سويا. سنوات عدة يعاني أهالي قضاء الحسينية في كربلاء المقدسة من الأضرار التي لحقت بهم جراء عدم اكتمال مشروع مغذيات الكهرباء، على الرغم من دفع المستحقات المالية لهذا المشروع والتي بلغت أكثر من 12 مليار دينار، إلا أنه لم يدخل إلى الخدمة حتى الآن بسبب شبهات الفساد. مو مركبة فضاء، كيبل كهرباء قيمته من 7 مليارات و700 إلى 12 مليار، هذا القيمة اللي ما تتوقع أي دولة بالعالم يعلم يجوز يسوون 4 محطات كهربائية مكان هذا الكيبل. هذا الكيبل ما اشتغل غير 45 دقيقة اللي هو شغل تجريبي بدون أحمال، وصار انفجار بداخل الكيبل. الكيبل الكهربائي امتداده من محطة الشمالية إلى قضاء الحسينية، علما أن هذا الكيبل ما عمل بقضاء الحسينية فقط 45 دقيقة وبدون تحميل، وانفجر الكيبل لأن هو العمل مو تمام، وعلما أن شدة الحر في هذا الصيف كثيرة جدا، علما أن قطع البرمجي هسه حاليا بهالكهرباء 7-8 ساعات كهرباء قطع. الإدارة المحلية لقضاء الحسينية رفضت استلام هذا المشروع، مشيرة إلى تقديم ملفه إلى هيئة النزاهة والقضاء من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنفذين وإعادة الأموال التي خصصت لهذا المشروع المتلكئ. هذا مشروع 33 كيبي اللي ما اشتغل نهائيا، وحتى في التجريبي لم يعمل هذا المشروع. لجنة استلام قامت باستلام هذا المشروع وأنه المشروع جيد ويعمل مع الأسف يعني، والأسوأ من هذا كان الكهرباء هنا يخاطبون العامة أنه المشروع داخل الخدمة وهو لم يدخل الخدمة أبدا، وهذه حقيقة مشكلة. إحنا عندنا إجراءات قانونية صارت ويا كافة الجهات النزاهة بالمحافظة، انطيناهم الملف بالكامل يعني، ومطالبتنا بتشغيل ومحاسبة المقصرين. لولا الفساد لكان العراق في حال أفضل بكثير مما هو عليه الآن، ولما شاهدنا مشروعا متركيا يسرق أمواله الفاسدون، فلا حل إلا بتفعيل القانون وفرض هيبة الدولة. من كربلاء المقدسة، أنور العقالي، السومرية. رجح البنك المركزي صرف رواتب الموظفين في بداية الأسبوع المقبل، وقال مدير عام المحاسبة في البنك
سيد أحسان شمران أن البنك له دورا كبيرا في مواجهة الأزمة المالية الراهنة، مؤكدا إعادة خصم سندات لصالح وزارة المالية بنحو 8 تريليونات دينار، وأن هذه السندات ستمكن الوزارة من تأمين رواتب الموظفين للأشهر تموز وآب وأيلول، لافتا إلى أن البنك سهل على وزارة المالية عملية تسديد الدين لمدة 10 سنوات، فيما توقع انفراج الأزمة المالية بتعافي أسعار النفط العالمي، مبينا أن الدولة تعمل باتجاه تحسين الموارد المالية العامة من خلال تفعيل الضرائب والجمارك بالإضافة إلى موارد النفط. هذا وأكدت اللجنة المالية في مجلس النواب أن أسباب تأخر إطلاق رواتب الموظفين لشهر حزيران يعود لإجراءات مدة تحويل العملة وليس لتحويل صرف الرواتب كل 40 يوما كما يشاع. قال عضو اللجنة عدنان الزرفي إن رواتب الموظفين سيتم إطلاقها من وزارة المالية خلال الأيام المقبلة بعد استكمال إجراءات تحويل النقد من العملة الصعبة إلى العراقية. أعلنت وزارة النفط الإحصائية الأولية للكميات المصدرة من النفط الخام والإيرادات المتحققة لشهر حزيران الماضي. ذكر المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد أن كمية الصادرات من النفط الخام بلغت أكثر من 84 مليون و 490 ألف دولار، مشيرا إلى أن إيرادات وصلت إلى أكثر من 2,861 مليون دولار. دعا النائب عن تحالف الفتح حمام التميمي دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى إلغاء صندوق إعمار المناطق المحررة وتحويل مبالغه إلى جميع المحافظات. قال التميمي إن صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة فقد الغاية التي تأسس من أجلها، مشيرا إلى وجود شبهات فساد في عمل الصندوق وانتقائية في إنفاق المبالغ لمحافظات محددة على حساب البقية، مؤكدا على إلغاء الصندوق وتحويل أمواله إلى المحافظات وبحسب حاجة كل منها. كشفت وزارة الموارد المائية عن قرب إجراء مفاوضات مع تركيا وإيران بشأن المياه. قالت الوزارة في بيان إن هنالك مفاوضات ستجرى قريبا مع تركيا وإيران بشأن ملف المياه، موضحة أنها قبل أيام خاطبت الجانب التركي من أجل إجراء محادثات بشأن ضمان حصة العراق المائية، فيما أشارت إلى إعداد دراسة لاستثمار المياه الجوفية في المناطق الصحراوية.